البرلمان ورهان اللحظة الحرجة. هل البرلمان اليمني لا يزال يمتلك القدرة على المساءلة والمحاسبة؟ ألا يزال بوسعه قرع جرس الإنذار بالخطر الذي يهدد القضية اليمنية واستعادة الدولة نتيجة تراخي دور الشرعية وانصراف المسؤولين لرعاية مصالحهم الخاصة؟ أهلا بكم. فيما يشهد البلد مشاكل مركبة بدعم انقلاب الحوثي وتحول التحالف عن مساره وفساد الشرعية، ما الذي بوسع البرلمان القيام به في اللحظة الحرجة؟ هل بوسعه القيام بأي خطوة سواء لتصحيح مسار العلاقة بالتحالف أو إيقافها ومحاسبة كل من أساء لليمن البلد الكبير من المحسوبين على الشرعية؟ أم أنه هو الذي لا يزال يبحث عن مكان لعقد جلساته لا يملك شيئا من قراره؟ هل استطاع البرلمان تجاوز التحديات والصراعات والتأجيلات خلال 4 سنوات حتى انعقاده الأخير في سيئون؟ وإذا عقد في مأرب مثلا، ما هي أجنداته؟ وما أهميته كمؤسسة دستورية تمثل صوت الناس بعد أن فقد الناس ثقتهم بممثلي الشرعية؟ وما الذي بيد اليمنيين إذا ما فقدوا ثقتهم بالبرلمان أيضا، خصوصا بعد أن انتهى رمضان الإجازة الرسمية للبرلمان ولم ينعقد بعد؟ كيف هذه السياسية؟ ألم تأتي هذه القوى من الأشقة من أجل مساعدة الشعب اليمني وعودة الشرعية؟ لمساعدتنا في عودة الشرعية، من الذي الآن يعيق الشرعية وعودة مؤسساتها؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ ما هذه السياسة؟ فلماذا أتوا إلى اليمن؟ من أجل ماذا؟ سؤال أطلقه نائب رئيس مجلس النواب، ومن قبله وبعده ظل السؤال يجول في أذهان اليمنيين: كيف تحول التحالف عن دوره وأصبح معيقاً لعودة الشرعية واستعادة الدولة؟ في اللحظة التي تعيش القيادة السياسية في سواتها القهري في الرياض، تتوجه الآمال نحو خطوة أرجأها البرلمان كثيراً، لكنه هو الآخر لا يزال يبحث عن موضع قدم لجلساته بعد أن حال المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي دون انعقاد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن. مرحلة طويلة من التحديات والصراعات والتأجيلات تبرز فيها أهمية حضور الدولة ودور البرلمان كمؤسسة دستورية تمثل صوت الناس وتخفت بمقابلة الآمال بإمكانية مساءلة الشرعية ومخاطبة التحالف عن مصير بلد يوشك على التلاشي. فاستمرار تآكل سلطة الحكومة الشرعية وفقدانها السيطرة على المناطق المحررة يبعث الكثير من المخاوف. الميليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية وخصوصا في المهرة وشبوة وسقطرة وحضرموت باتت تشكل خطرا لا يقل عن خطر ميليشيا الحوثي، لا سيما وأنها باتت اليوم تعبث في مناطق ظلت بمنأى عن عنف ميليشيا الحوثي. تكثف طهران تواجدها وتتسع دائرة خطرها لتلتهم الخليج المشغول بخلافاته البينية وتعزز من الدور العسكري لأتباعها في اليمن، فيما تذهب الرياض وأبوظبي في سباق سيطرة عسكرية على المناطق الآمنة وإنشاء أحزمة أمنية باتت تشكل خطرا على الشرعية وتضع هذه المناطق في خطوط العنف لتكتمل دائرة الخطر المحيطة باليمنيين. يمتلك البرلمان ورقة المساءلة والمحاسبة، ويرى الكثير من المراقبين أن بوسع البرلمان تجاوز النقطة الحرجة والحيلولة دون انهيار القضية اليمنية المتمثلة في استعادة الدولة نتيجة تراخي دور الشرعية وانصراف المسؤولين لرعاية مصالحهم الخاصة وتذكير التحالف بدوره وأسباب تدخله في اليمن، ناهيك عن استحضار مهددات المنطقة الخليجية أبرزها بقاء اليمن دون تحرير. فهل ينتصر البرلمان للحظة التاريخية الحرجة أم سيتحول هو الآخر لإحدى ساحات الاستقطاب وأدوات الصراع الإماراتي السعودي؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ شوقي. مساء النور، أهلا بك. إذا علق البرلمان جلساته في سيئون قبل رمضان بسبب إجازة رمضان والعيد، لما لم تستأنف جلساته حتى اليوم؟ لا تقول لي منتظرين العيد الكبير وتقع إجازة مرة واحدة.
أصلاً يعني إحنا ما قلناش إيش من عيد. ما حددتوش. قد يكون عيد الأضحى، قد يكون عيد الشجرة، قد يكون عيد 26، أي عيد. فيك أعياد كثيرة وخاصة في اليمن ما شاء الله. على كل حال شكراً جزيلاً، وفقط أريد أن أقول أنه حتى نضع المواطن وليس المشاهد فقط. نعم. نضع المواطن ونضع المجتمع المدني في الصورة الحقيقية. لم يرفع المجلس ابتداء بسبب يعني العيد، حتى نضع النقاط على الحروف أو الحروف على النقاط. أولا لا يسعني هنا إلا أن أشكر كل الجهود التي بذلت من أجل انعقاد المجلس، وأشكر بداية النواب الذين أصروا وظلوا على تواصل. يعني أستطيع أن أقول على مدار 4 سنوات وهناك نواب وهناك كتل تشعر بالمسؤولية، تعمل على أن ينعقد المجلس، وكانت هناك عوائق متعددة ناقشناها في حلقات سابقة. نعم. ثم جاءت الموافقة المبدئية من الكتل المهمة، الكتل المهمة أو الجهات المهمة، بلاش كتل حتى لا يتصور أني أتحدث عن كتل برلمانية. هي رئيس الجمهورية، التحالف ممثلا بالمملكة العربية السعودية، التحالف ممثلا بالإمارات العربية المتحدة. هذه الثلاث الجهات كانت معنية جدا في هل ينعقد أو لا ينعقد. فلما جاء الضوء الأخضر بإصرار النواب ومتابعتهم، وهنا وأنا من النوع الصريح والواضح، يعني لا أحد يتهمني لا بالنفاق ولا بالمجاملة، أشكر الإخوة في اللجنة، يعني في لجنة المملكة العربية السعودية الذين شجعوا في أن ينعقد المجلس. أنا أتحدث عن مرحلة التفكير الأخير لانعقاد المجلس ما قبل سيئون. لماذا؟ لأنه كان هناك تلكؤ من فريق الرئيس، وهذه معلومة مهمة. الأخ الرئيس أو فريق الأخ الرئيس يعتقد أنه سيأتي البرلمان ينافس على الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها فريق الرئيس، وهذا لا يفكر فيه إلا، مع احترامي طبعا، لا يفكر فيه إلا فاسد. أما شخص تهمه اليمن، وشخص تهمه الشرعية، شخص أو جهة، وشخص أو جهة تهمه أن تسير البلد بسير صحيح، وشخص أو جهة تهمه أن يحشد كل الجهود، هذا مطلبه الأول أن ينعقد البرلمان. لأن مؤسسة البرلمان، بس أكمل، مؤسسة البرلمان المكونة من ما يقارب 300 عضو باستثناء الذين توفاهم الله وعددهم ما يقارب يعني 30 يزيدون قليلا، 36. إذا عندي أنا 200 تقريبا و60 عضو أو أكثر من 60 عضو، جهودهم مبعثرة، بعضهم في هذه البلاد وبعضهم في تلك، وبعضهم متقوقع في اليمن، إما في صنعاء وإما في مناطق في قرى وإلا في محافظات، يعني طاقات معطلة. فللأسف الكتلة الثانية كتلة الإمارات، وكانت رافضة تماما أن ينعقد البرلمان، ورفضت حتى انعقاد. وكتلة السعودية كانوا يقولوا لنا عن طريق الإخوة ممثليهم في التواصل ما بين الحكومة السعودية والبرلمان أنهم يعني اقتنعوا واقنعوا ونحن معكم. أثبتت ما قبل سيئون، أثبت أن الإخوة في المملكة العربية السعودية كانوا صادقين بصراحة. يعني التخوف الأكبر أو المانع الأكبر كان من ما أسميتهم بفريق الرئيس الأول رقم واحد. نعم. المكون الثاني مكون التحالف، وهو شقين، المملكة العربية السعودية والإمارات. طيب هناك من يقول أنهم منسقون، وهناك من يقول غير منسقين، لكن أتحدث عن ما أعتقده. طيب عندما انعقد البرلمان في سيئون، عندما انعقد البرلمان في سيئون، كانت الإخوة في المملكة العربية السعودية مشكورين في أنهم هيئوا المكان وهيئوا، لأنه الإخوة في الإمارات العربية المتحدة رفضوا أن ينعقد البرلمان في عدن. هذه معلومة مؤكدة، ورفضوا كذلك أن ينعقد في المكلا. فتدارك الإخوة في المملكة العربية السعودية أنه ضروري أن ينعقد ولو في سيئون. قلنا في سيئون في سيئون. كان هذا الانعقاد مهم وضروري وإنجاز. لماذا؟ لأنه أولا كسر الوفاة لهذه المؤسسة فأحياها. اثنين، شكل هيئة رئاسة جديدة. تخيلوا هيئة رئاسة أهم مؤسسة كانت بيد الحوثيين، وكان العالم يعترف بهيئة رئاسة واحدة، ما أعلننا عن هيئة رئاسة أخرى، لم نعلن عن انتخابات ولم نعلن عن تفعيل. فكان العالم يتعاطى مع مجلس مقره في صنعاء
وهيئة رئاسته رئيس المجلس في صنعاء تحت الإقامة الجبرية كما نعرف نحن، لكن العالم لا يرى هذه الصورة، يرى جلسات تعقد. فحصلت جلسة سيئون. أيضا كان الإيجابية الثالثة كما قلنا الثانية تشكيل هيئة رئاسة توافقية، البعض يراها سلبية، أنا بالنسبة لي بكل حياد وبكل موضوعية أرى أنها من أفضل الهيئات التي تكونت لمثل هذه المرحلة. استوعبت الإخوة في المؤتمر الشعبي العام عن طريق ممثلهم النائب سلطان البركاني، وهو مكون مهم وضروري، وهناك إخوة في المؤتمر الشعبي العام أكثر حماسا من غيرهم في استعادة الدولة ونصرة الشرعية، فلا يصح أن يغيبوا. المكون الثاني مكون التجمع اليمني للإصلاح، الرافد القوي في مقدمة داعمي الشرعية، هذه معلومة لا يجهلها أحد سواء في الجبهات أو في الأطر السياسية، وكذلك المكونات الأخرى عن طريق أيضا نائب، وكذلك مكون الجنوب عن طريق النائب محمد علي الشدادي، والإصلاح عن طريق محسن باصرة، والمكونات الأخرى عن طريق النائب عبد العزيز جباري. فتشكلت هيئة رئاسة لا يستطيع أحد أن يتهمها بمجموعها بأنها يمكن أن تسلب أو يمكن أن تبيع وتشتري. هيئة الرئاسة أنا بالنسبة لي أراها هيئة متكاملة ومشكلة من أفضل الهيئات التي شكلت لمثل هذه المرحلة. طيب. كلمة فريق الرئيس، كلمة مطاطة تحمل العديد من الجهات، هناك المستشارين، هناك مكتب الرئاسة، هناك مدير المكتب، هناك أكثر من جهة، من تعني بهم؟ أقصد بهم من يتولى الرد نيابة عن الرئاسة، سواء كان الرئيس عبد الرب منصور هادي، سواء كان مدير مكتبه، سواء كان مستشاره. بالأخير نحن عندما يقال لنا أنه تواصلنا مع الأخ الرئيس فكان الرد، أنا ما يهمني هنا شخص، أنا أتهم مؤسسة كاملة اسمها مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة ما لم تعد النظر في أدائها وفي حماسها لتفعيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، وتفعيل مؤسسات الدولة وفي يعني رأس حربتها الحكومة، ومن عدن كمحافظة عاصمة لا أقول مؤقتة، لما لا تكون هي العاصمة الثانية كما يقال؟ ليس هناك، هناك عواصم في العالم يقال هذه العاصمة السياسية وهذه العاصمة الاقتصادية، انظري إلى اسطنبول كيف تدار، منها بلد أيضا إضافة ولايات نيويورك تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية. كلمة المؤقتة أنا لا أحبذها مطلقا، ولهذا من العاصمة عدن. إذن أنا عندي مؤسسة ينبغي أن تفعل دورها لأن أدائها ضعيف. إذن اسمح لنا أستاذ شوقي أن ينضم معنا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذن في الوقت دكتور علي الذي ينتظر اليمنيون فيه من البرلمان البت في كثير من القضايا الملحة والتي من شأنها أن ترفع من معاناتهم وتحسم في كثير من الأمور والقضايا العالقة، لا يزال البرلمان يبحث عن حاضنة ومقر لجلساته، ما هو تعليقكم؟ يعني هذا يعكس الوضع الذي وصل إليه اليمن، يعني للأسف الشديد لم تعد لدينا دولة بمعنى الدولة الحقيقية في اليمن، نحن لم نمتلك دولة أبدا يعني في تاريخنا، ولكن كان لدينا هناك شكل دولة وكان هناك سلطة، الآن ليس لدينا لا شكل دولة ولا حتى سلطة شاملة تسيطر على كل اليمن. للأسف الشديد البرلمان اليمني أو مثلا مكان انعقاد البرلمان اليمني هو يعكس الأزمة التي تعاني منها الحكومة الشرعية والقيادة الشرعية اليمنية. للأسف الشديد نحن منذ عدة سنوات ونحن نسمع أننا مثلا انعقاد البرلمان، وعندما عقد في مدينة سيئون وتحت ظروف خاصة وتحت الحماية السعودية يعني مسألة ما أدري إذا كيف يمكن أن نعلق عليها، لكنها تعكس إذا ما عكس شيئا تعكس ضعف الدولة وضعف السلطة القائمة الآن. نحن للأسف الشديد نشاهد سلطة مهلهلة، سلطة لا تمتلك فعلا نفوذ على الأرض، هي أعجز من أن تعود إلى أي موقع في اليمن. إذا كان رئيس الجمهورية غير قادر على العودة إلى عدن أو أي مدينة أخرى في اليمن، فكيف نتوقع من البرلمان أن يعود؟ يعني هذه مسألة. إذا أردنا فعلا يعود البرلمان فليعود الرئيس إلى عدن، وسيأتي البرلمان وستأتي الحكومة وستأتي كل المؤسسات وستأتي السفارات والقنصليات وستعود الدولة وسعود شكل الدولة اليمنية. لكن إذا كان رئيس الجمهورية غائب عن اليمن منذ أكثر من 4 سنوات، كيف نتوقع من مجلس النواب اليمني أن يجتمع في أي مكان في اليمن؟ نعم.
إذا دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. هل الأمران مرتبطان ببعضهما البعض؟ عودة الرئيس هذه ستعيد البرلمان أم يفترض بالبرلمان كجهة سيادية مستقلة أن يذهب حتى لو لم تعد الحكومة ويكون هو المبادر؟ فيما سبق كان هناك ارتباط أكثر من الآن بحكم أن الدستور يشترط لانعقاد البرلمان عندما لدورات استثنائية، وقد يعني كما يقال عطل سنوات أكثر من سنوات أربع، كان هناك لابد من أن يتفاعل الأخ رئيس الجمهورية دستوريا أيضا واقعيا، لابد من أن رئيس الجمهورية يتحرك مع التحالف، لأنه عندما لجأت اليمن إلى التحالف لم تلجأ دولة بجميع مؤسساتها، لجأ الرأس فلجأت معه مؤسساتها بضعف هو الذي تصدر، فتعاطوا مع الأخ الرئيس شخصيا، فصار لا يستطيع أحد أن يتواصل في القضايا الجوهرية إلا عن طريق الأخ الرئيس. الأخ رئيس الدولة رئيس الجمهورية لا أدري لماذا، لأسباب كثيرة وهي في مقدمتها التقصير، لم يجر معه مؤسسات الدولة لتتصدر المشهد أيضا. ما أدري هل نفسيا الإنسان يرتاح أن يتصدر هو كل شيء، هل قيل له، هل طلب منه ذلك، هل أكثر من سبب، لكن للأسف كان بدليل نوم البرلمان. لكن يعني هو لم يتصدر لشيء جميل للأسف، ثم يعني هو تصدر، هذا تقييم آخر ممكن يعني تعقدوا جلسة متخصصة في تقييم الرئاسة، جميل، من حقكم كإعلام أن تفتحوا جميع الملفات. أنا أتحدث اليوم فيما يتعلق بدور الرئاسة في انعقاد البرلمان، فبقي أيضا البرلمان نفسه للأسف بسبب التشظي الحزبي وبسبب التشظي الكتلتين الكبيرتين، المؤتمر الشعبي العام التي جرها الرئيس علي عبد الله صالح معه في التحالف، وكثير من نواب المؤتمر رفضوا ولجأ بعضهم إلى الخارج رفضوا، لكن عطلت هذه الكتلة، سواء عطلت بسبب تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين أو عطلت بعد ذلك يعني عطلت بسبب أنه ما تحركت الكتلة ذاتيا، لأنه كان هناك تنازع حول قيادة كتلة المؤتمر. نفس الكلام في الإصلاح، يعني مع أن الإصلاح كان كتلة موجودة في مكان ولها قرار واحد، إلا أنه هذه نقطة مهمة، إلا أن هناك من لعب بكثير من المكر في شن حملات على الإصلاح لتخويفه في أن يتصدر أي عمل فتأتي التهم جاهزة، يعني التهم الساذجة التي يقولها الذباب الإلكتروني ويقولها مرتزقة الإعلام ويقولها مرتزقة السياسة عن طريق كنترول إخوان اليمن أخوات اليمن. أنا بالأخير عندي كتلة برلمانية اسمها التجمع اليمني للإصلاح، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك انحيازها للدولة وانحيازها للشرعية، وهي الكتلة الوحيدة التي طلب منها أن تدعم مبادرة الأخ الرئيس في اللجوء إلى تحالف الخليجي أو العربي، فأيدته ببيان لم يطلب من كتلة أخرى. إذن كتلة الإصلاح وقيادة الإصلاح بادرت بكل وضوح، لكن للأسف هناك من لا يريد كتل قوية تتصدر المشهد السياسي، هناك من يريد إما مرتزقة وإما كتل ضعيفة. المهم فرهبت هذا المكون، خوف هذا المكون من أن يتصدر شيء، فظل هو يتوارى خوفا من أن يتصدر فيتهم، وهذه نقطة يعني خاطئة أتمنى أن نتلافاها. نحن كتلة الإصلاح، الشعب يعرفنا من نحن، المنصفون يعرفون من نحن، كما معليش سأقول عبارات قد لا تليق بمقام طز بمن يريد أن يصنفنا بما شاء، لأنهم لا يريدون كتل سياسية قوية، لأن هناك أجندات للأسف أجندات قذرة يعني تريد أن تختطف أجزاء من اليمن وتريد أن تشعل فتنة في اليمن، فتعطل البرلمان. لكن بعد أن قتل الرئيس علي عبد الله صالح على يد هؤلاء المجرمين الحوثة، علم كثير من نواب المؤتمر أو الكتلة الغالبة في المؤتمر أنه لا مجال لهذه الكتلة، وقد عبروا بالنص بأن هذه الميليشيا لا تؤمن مطلقا. كنا نظن، لكن للأسف جربوا، من حقهم أن يجربوا. فلما صعدت كتلة المؤتمر إلى المشهد وتنادت أيضا بأفرادها وتجمعت حول الشرعية، توفر النصاب القانوني وعقدت الجلسة بعد مماطلات
لها أسباب كما ذكرت. نعم، إذن عودة إليك دكتور علي. دكتور علي، في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد، برأيك ما هي أهمية استئناف جلسات البرلمان، وما الذي يمكن أن يقدمه للقضية اليمنية؟ ربما دعيني يعني لا أريد أن أكون متشائما، ولكن في الحقيقة تجربتنا مع البرلمان اليمني ليست جيدة، وتجربة تجربة البرلمان اليمني بمجملها ليست جيدة. لم يكن لدينا مؤسسة برلمانية مستقلة. البرلمان اليمني كان يتبع النظام اليمني، رئاسة النظام اليمني كان يتبع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ربما كان البرلمان الأول فقط هو بعد الوحدة الذي يمكن أن نسميه مؤسسة برلمانية مستقلة نوعا ما، لكن كل البرلمانيات بعده كان تدار من قبل السلطة التنفيذية ورئاسة السلطة التنفيذية، وكانت تابعة دائما، لم تكن صاحبة مبادرة، ولم يكن لها دور حقيقي في إحداث أي تغيير أو إصلاح في سلوك الحكومة أو في سلوك النظام أو سلوك السلطة التنفيذية. أنا لا أتوقع الكثير، ربما يكون البرلمان هاما الآن في هذه اللحظة لمسألة إعادة شكل الدولة، إعادة مؤسسات الدولة العمل. نحن فقدنا شكل حتى الدولة، لأن أصبح لدينا سلطة واحدة فقط، هي سلطة تنفيذية برئاسة الرئيس، وحكومة يعني يتم تغيير رؤسائها بشكل غير دستوري إذا أردنا القول بذلك. ونحن الآن نبحث عن إعادة شكل الدولة اليمنية، شكل الحكومة اليمنية، شكل مؤسسات الدولة اليمنية. ربما قد يفيد هذا، يفيد أن يقعد مجلس النواب في هذا الجانب. أما أننا نتوقع أن تحل مشاكل اليمن عن طريق مجلس النواب، فأنا لا أعتقد ذلك لأسباب كثيرة. أولا أن الدور البرلمان كان ليس بذلك الدور المستقل. أيضا هناك مسألة أزمة ثقة التي تعاني منها النخبة السياسية اليمنية. علينا أن نعترف أن الرئيس لا يثق بكثير من السياسيين اليمنيين ولا بالأحزاب اليمنية، وكثير من الأحزاب لا تثق ببعضها البعض، وأيضا لا يثقون بالرئيس. هناك نوع من الصراع المكتوم، ربما لظروف الحرب وظروف الصراع الآن قائمة، ولكن نوع من الصراع المكتوم بين المكونات السياسية اليمنية وبين المؤسسة الرئاسة والرئيس شخصيا وكثير من هذه المكونات، حتى مجلس النواب اليمني، حتى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني لا يمكننا القول او الادعاء بالقول انه احد رجال الرئيس هادي، مستحيل. هذا مساله يعني لا اعتقد ان احد يوافق عليها. فاذا نحن امام انعكاس شكلي ربما قد يفيد شكل الدوله، قد يفيد مساله الاحساس بعوده مؤسسات دوله العمل. اما تحول جوهري واقعي فعلا لتحسين ظروف المواطنين، تحسين حتى اداء السلطه التنفيذيه، اذا كانت السلطه التنفيذيه ولديها كل الصلاحيات لم تستطع انجاز شيء، فكيف يمكن ان تنجز شيئا الان وهي هناك من يقاسم هذا السلطات، وهناك من يفترض به ان يراقب هذا السلطات؟ اذا اعتقد المساله هي ستكون شكليه لا اكثر ولا اقل. اذا دعني انقل فكرتك للاستاذ شوقي، ما رايك استاذ شوقي، هل المساله شكليه؟ شكرا جزيلا للدكتور علي، ومن حقه ان يقيم. وهناك فعلا شبه احباط لدى الناس من جميع مؤسسات الدوله، لكن انا اريد ان يعني اتفائل كثيرا من خلال واقع. استطيع ان اقول ان مؤسسه البرلمان اولا ابتداء انها مؤسسه من اهم مؤسسات الدوله فيما لو عادت ومارست مهامها ايا كان نسبه الاداء. اريد ان اطمئن واتفائل كثير. واحد، نطاق حريه البرلمان اوسع من اي مؤسسه اخرى، وكلما كانت الحريه سقف الحريه اعلى كلما كان الاداء افضل واصلح للشعب والمواطن والوطن. دائما الحريه مرتبطه بالافضليه. فالبرلمان عضو البرلمان لا سلطة لأحد عليه. وأنا هنا أريد أن أجزم بأن أكثر من 50% من أعضاء البرلمان يمارسون أدوارهم بقناعاتهم، وليس هناك أي إملاءات عليهم. فيما أتذكر في فترة من الفترات في طلبت منا جهة من الجهات أن يضاف كلمة في أحد البيانات، فرفض الأعضاء تقريبا بنسبة 99%، رفضوا تماما ومشى كلام هؤلاء الأعضاء، رفضوا أن تضاف، رفضوا رغم الضغوط التي مورست من هنا وهناك. إذا نطاق الحرية واسع. الأمر الآخر، النائب يمثل الشعب والمواطن، وبالتالي يهم النائب حتى من باب المصلحة، يعني لو فكرنا بباب المصلحة يهمه جدا أن تكون صور أن لا تهتز صورته مطلقا، حتى لو كان الأداء لأي نائب في واقع الواقع سيء لن يكون معلنا ولا ظاهرا. الأمر الثالث وهو مهم، أن النواب اكتشفوا الآن المخاطر الكبيرة الدهماء التي تتربص باليمن، فاحتقروا الخلافات الصغيرة، لأن الدكتور علي ذكر هذه الجزئية وهو محق، أن تلك المكايدات السياسية هي التي أضعفت البرلمان وأضعفت الأداء الشرعية بأكمله. لكن اليوم والمهددات
يعني تنصب على اليمن كمهددات كبيرة. المهدد الأول بقاء سلطة ميليشيا الإنقلاب وتغولها الآن. الآن في تنمر من هذه الميليشيا التي كان يمكن أن تنتهي وأن ينتهي الإنقلاب إنقلابها وأن يعاد إليها الرشد والمواطنة خلال لا يزيد عن شهرين ثلاثة، لكن للأسف اليوم ما يقارب 5 سنوات تنمرت تغولت. وهنا أقول بحزن، وأنا غردت بها يعني اليوم، أني أحزن لسمعة الإخوة في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية أن تهتز سمعتهم السياسية وسمعتهم العسكرية أمام ميليشيا من مجموعة عصابات ومرتزقة، بينما نفس هذا التحالف يتغول ويستعرض عضلاته في المهرة، يستعرض عضلاته ويحرك يعني المنتمين له في شبوة في عدن، يستعرض على رئيس الجمهورية فيمنعه من العودة، يستعرض على النواب فيمنعهم من أن ينعقد، ما شاء الله استعراض على مكون الشرعية الذي لجأ إليهم ورحب بهم وترك كل شيء بين أيديهم، بينما هذا التحالف الكبير يتقزم أمام مرتزقة من العصابات والميليشيات الضعيفة المتخلفة التي نعرفها. وإلا لماذا تعطل جبهة نهم؟ وهنا أقولها بالفم الملآن، التحالف هو من أوقف جبهة نهم، التحالف هو الذي أوقف تحرير الحديدة، التحالف هو الذي يمنع من تحرير تعز، لأنه للأسف تأتي معلومات للصغار من ذوي العقول المتواضعة وللذباب الإلكتروني وللمرتزقة بأن المكون الفلاني هو الذي أوقف التحرير، بأن المكون العلاني هو الذي لنقل، لأنه في مكايدات حول تعز وحول أوكي سيبوا تعز، من الذي أوقف تحرير الحديدة؟ من الذي أوقف جبهة نيم؟ إلى درجة، وهذا الكلام أنا قد قلته مرارا، أن بعض المكونات بعض الكتائب العسكرية وبعض المقاومات إذا أرادت أن تتقدم في هذه الجبهات يأتي طيران التحالف فيقصفها. إذن مشكلة في أداء التحالف للأسف، يعني للأسف هناك مشكلة في أداء التحالف، هناك انحراف في بعض مكونات، وأنا أقول البعض لأني لازلت آمل بأن أي إضعاف لليمن والله سيدفع ثمنه، وربما يدفع ثمنه من أمن واستقرار ووحدة الدول الخليجية، وهذا ما يحدث يعني عمليا وما شهدناه خلال 4 سنوات. لكن اسمح لي أن أعود إليك دكتور علي. دكتور علي، هل نستطيع القول أن المؤسسة التشريعية اليوم تملك قرارها بعيدا عن الإملاءات والضغوط وأي ضغوط إقليمية طبعا أو حزبية برأيك؟ أنا أتمنى لو كانت تمتلك هذه القدرة يعني، لكن دعنا نكون صراحة مع أنفسنا أولا يعني، هي لم تمتلك ذلك أبدا ولن تمتلك ذلك خلال الفترة القريبة القادمة. نحن طبيعة التحالفات، ودعني أكون أكثر صراحة وربما قسوة، النخبة السياسية اليمنية للأسف الشديد لا تمتلك قرارها، النخبة السياسية اليمنية تتعامل بشكل شخصي، النخبة رجال الدولة اليمنيين والسياسيين اليمنيين أغلبهم، لن أقول الجميع ولكن كثير منهم يتعاون وفق العلاقات الشخصية والمصلحة الشخصية حتى فوق المصلحة الحزبية الحزب اللي يمثلونها وحتى الدولة اللي يمثلونها. لا تشتري، نحن لم نرى مجلس النواب مستقلا أبدا، لم نرى هناك أعضاء مجلس النواب يعني كانوا أثبتوا استقلاليتهم ولكنهم استثناء لا ينفي القاعدة. للأسف الشديد تم تخريب النخبة السياسية اليمنية، تم تخريب العمل البرلماني من نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونحن وهذا البرلمان هو إرث النظام السابق يعني منذ 14 عام وأكثر تقريبا مستمر، لا أتوقع أن يتغيروا فجأة بعد 14 عام وأكثر. هم بعضهم لديه يمكن عبر مجلس النواب منذ أكثر من 20 و 25 سنة، فلا أعتقد سيتغير الآن خلال هذه الأشهر القليلة. لا أسجد، لا يمكننا القول أو الدعاء بالقول أننا لدينا مؤسسة تشريعية بمعنى المؤسسة التشريعية أو لدينا برلمان بمعنى البرلمان الحقيقي، للأسف أقول ذلك للأسف. ما نشهد الآن هناك محاولة لتجميل شكل الحكومة الشرعية، هناك ربما محاولة نعم، لكن عند هذه المحاولات دكتور علي اسمح لي يعني ربما استشعر النواب هذا الخطر وهذه المحاولات ولمسوه عمليا في محاولة إيقاف دور البرلمان وفي محاولة إسكاته،
والآن فعلا استشعروا بهذا الخطر، وبرأيك يعني ما الذي عليهم فعله إن كانوا فعلا جادين بالخروج من هذه الدائرة المحبطة يعني المسيطر عليها من التحالف ومن الرئاسة، التحالف طبعا بشقيه، هل يمكن أن يخرجوا من يعني عباءة الوصاية لنقل ويفرضوا واقعا جديدا؟ دعيهم يجتمعوا أولا، يعني إذا كانوا لديهم إرادة حقيقية ذلك فليتواصلوا مع بعضهم البعض ولا يجتمعوا في أي مكان في اليمن، لا يهم مارب سيول حتى في قرية حتى في العابر في منفذ الحدود حتى أمشي، فليجتمعوا في أرض يمنية ويتخذوا ما يريدون من قرارات وفق السلطات الممنوعة لهم دستوريا. إذا كان هناك إرادة حقيقية فالمجلس النواب سيجتمع في أي مكان في اليمن، لكن أن يظل السؤال الأمني أين نجتمع ويريدون أن يضمنوا أمنهم، إذا فلا أعتقد أنهم سيجتمعون في وقت قريب. هذه الإشكالية، الأمن الشخصي والمصلحة الشخصية والتفكير دائما بالذات قبل ما التفكير بالوطن، يعني فليعتبروا أنفسهم جنودا، يعني فيعتبروا أنفسهم جنودا مثل آلاف الجنود الذين يموتون على الجبهات، فليجتمعوا في مارب في سيئون في شبوة في أي مكان في تعز في أي مكان يستطيعوا أن يجتمعوا فيه، فليجتمعوا في سيئون مثل ما اجتمعوا، هناك اجتماع عقد في سيئون فليعودوا إلى سيئون مرة أخرى تحت نفس الظروف، وليأخذوا المجلس البرلمان هناك وليصدروا قرارات ما يريدونه. لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية ليست هنا، الدولة كلها معطلة، الدولة كلها مختطفة، حتى مؤسسة الرئاسة أنا لا أعتقد، دعينا نكون أكثر صراحة، المسألة ليست انحراف في التحالف العربي، المسألة في الأهداف الاستراتيجية التي دخل التحالف العربي منذ البداية إلى الحرب في اليمن. أنا لا أستطيع القبول أو الاعتقاد أو أعتقد أن هناك ربما شخص مراقب محايد يستطيع الموافقة على أن السعودية والإمارات دخلوا اليمن أو دخلوا في الحرب في اليمن من أجل إعادة سلطة الرئيس هذه إلى صنعاء، أنا لا أجزم بذلك أبدا ولا أعتقد ذلك أبدا. منذ اللحظة الأولى السعودية والإمارات لديها أهداف خاصة، لديها أهداف استراتيجية ولديها أطماع معروفة للجميع، هذا ليست جديدة، علاقتنا مع السعودية تمتد لسبعين عاما، نحن خبرنا السعودية وخبرنا تعاملها مع اليمن ونظرتها اليمن واستراتيجيتها تجاه اليمن، لا يمكن أن تتغير هذه النظرة وهذه الاستراتيجية خلال سنوات قليلة فقط، يعني وهكذا تصبح السعودية يعني جمعية خيرية وتريد أن تعيد السلطة الشرعية لليمن وتريد يمن اتحادي ديمقراطي موحد، هذا مسألة يعني منافية للمنطق الذي ألفناه من السعودية والخبرة التاريخية معها. هناك مشكلة أساسية، الإشكالية تقع في أن لدينا بكل صراحة قيادة ضعيفة على كل المستويات، على مستوى رئاسة الدولة، على مستوى الحكومة، وعلى مستوى أعضاء مجلس النواب، وعلى مستوى حتى النخب السياسية المختلفة، هناك ضعف، هناك عدم، ليس لدينا رجال وطنيين حقيقة، للأسف الشديد دعيني أقول ذلك مع كل الأسف مع احترام بعض الشخصيات، لكن ليس لدينا رجال وطنيين مثل ما كان لدينا في الستينات وفي الخمسينات وفي السبعينات. فقدنا نخبتنا السياسية، الفساد الذي ساد في نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح لم يشد فقط ماديا ولكن أفسد الأخلاق السياسية وأفسد الانتماء الوطني، أصبح هناك انتماءات متفرقة سواء انتماء للمصالح الشخصية الأسرية العشائرية، هناك تقاطعات كثيرة، آخر التقاطع هو تقاطع أو دائرة من الانتماءات هي دائرة الانتماء إلى الوطن. للأسف الشديد هناك ضعف كامل في النخبة السياسية اليمنية، في القيادة السياسية اليمنية، وفي كل مؤسسة الدولة على مختلف مستوياتها. نعم، إذن اسمح لنا أن نعود لضيفي هنا في الاستوديو أستاذ دكتور أستاذ شوقي، يعني ربما الدكتور علي طرح النقطة هي أن لو أراد البرلمانيون أن يجتمعوا عليهم ألا ينتظروا أحد ويذهبوا تدريجيا إلى اليمن، وهذه النقطة أيضا طرحها النائب عبد العزيز جباري بأنه يفترض ألا ننتظر أن تحدد لنا المدينة وأن نذهب وأن نجتمع ونحدد نحن متى سيكون اجتماعنا وأين، ما رأيك؟ أنا أولا أشكر هذا المنطق سواء من الدكتور علي العبسي أو منك أو من أي من المواطن اليمني بشكل عام، إنه لابد من الضغط على البرلمان في أن ينعقد، يعني ينعقد إن شاء الله ينعقد في هذا المنطقة أو تلك إن شاء الله ينعقد، يعني مهم لابد من أن ينعقد، لكن علينا أن نفرق، لأنك سألتيه عن موضوع هل يمتلك البرلمان قراره، الجواب أنا سأقول لك البرلمان في هذه المرحلة يمتلك قراره بنسبة لا تقل عن 80%. نعم، هو أجاب بأنه يتمنى أن يكون لا يمتلك، لكن هل لديه إمكانات تنفيذ ما يريد؟ يعني البرلمان ليس 10 أنفار أو نفرين أو 5 سيجتمعوا في أي مكان، البرلمان هو عبارة عن 140 عضو يريدون أن يجلسوا لمناقشة قضايا 140، يعني تخيلي 140 تريدي أن تجمعيهم قاعة جامعة
الله ينور عليك، لكن تحتاجي قبل ذلك إلى جانب أمني. ولهذا البرلمان أقرب إلى أن يكون مؤسسة مدنية. نعم هو مؤسسة دستورية، لكن تكييف البرلمان هو مؤسسة مدنية، لا يمتلك مطلقا أي سلطة تنفيذية، فلا يمتلك جيش ولا يمتلك معسكرات ولا يمتلك ولا يمتلك. عضو البرلمان لا يمتلك فقط إلا عضوه ولسانه وحديثه، ولهذا هو عبارة عن مؤسسة تشريعية رقابية. إذن نفرق ما بين القرار وما بين الإمكانات، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، الآن هناك إصرار من النواب، يعني الآن تدور نقاشات جلسات سواء في المدن التي تواجد فيها نواب كثير على مستوى، وسواء أيضا على مستوى الداخل هناك نواب متواجدون في الداخل. على وقبل أيام سمعتم أن هناك تحرك من هيئة رئاسة المجلس. لماذا هذا التحرك؟ لكي يضمنوا من الإخوة في المؤسسة التنفيذية، من الجيش، من الأمن، من الحكومة، في أن تؤمن لهم مكانا يؤمن، لأنه أنت عندك 140 عضو. لكن أنا لازلت مع هذا الرأي في أن على البرلمان أن ينعقد، يعني ينعقد بأي طريقة من الطرق، وأن يذلل كل الوسائل والأسباب لكي ينعقد. ما عاد هناك أي اسمه مأرب ظهر ربما وتكرر أكثر من مرة أن يكون هو المحطة القادمة لمجلس النواب. ليس هناك ما يمنع مطلقا، المأرب أحد الخيارات. عدن لا زالت خيار مطروح، المكلة لا زالت خيار، هذه مدن يمنية ولا يمكن مطلقا بصراحة أنا مرتاح جدا لما يحصل. لماذا؟ لأن بعض النواب للأسف بسبب المكايدات السياسية كانوا يعتقدوا وكانوا يظنوا أن هناك مكونات سياسية تبالغ في تشويه هذا الطرف أو ذاك، فلما وصلوا إلى بأنفسهم وصلوا إلى الحيط أيقنوا بأن هناك من يضع هذه العوائق، فهي إيجابية، رب ضارة كما يقال نافعة. اليوم كثير من النواب بدأوا يعرفوا يقينا من هو الذي يقف مع الشرعية ومن هو الذي يعيق عملها، من هو الذي يقف مع مؤسسات الدولة وإعادتها وتعزيزها، ومن يقف، من هو الذي يتعاون مع اليمن بكثير من الجهد وكثير من الإخلاص وكثير من تبادل المصالح المشتركة. لأنه دول التحالف ليست جمعيات خيرية ولا كما يقال المصريين خلفت ونسيت، لا لا، لابد يكون تريد مصالح. نحن نقول للإخوة في دول التحالف شكرا لكم، مصالحنا مشتركة، تعالوا نجلس ندير مصالحنا مع بعض، ما الذي تريدوه وما الذي نريده؟ ليس هناك عيب، لكن لا يتصور أحد مطلقا أنه يستطيع أن يختطف محافظة أو يختطف جزيرة أو يختطف دولة في هذا الوضع، لأن اليمن سيتعافى وسيسترد ويستعيد كل ما اختطف من يده، بل وستصبح العلاقة علاقة. وهنا أريد أن أنبه أيضا أن ما يحاك لتمزيق اليمن هو يحاك لتمزيق المنطقة كلها، لن تكون المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة ولا دول الخليج لن تكون في منأى عن خطة تمزيق الأمة، لأن هناك استراتيجية واضحة كالشمس تدار وفق مع اللوبي الصهيوني في يعني في على مستوى العالم، بالتعاون مع اللوبي الإيراني، الإيراني لديهم لوبي قوي جدا ويشكلون خطورة حقيقية ولديهم طموحات قالوها بأنفسهم وسمعناها بآذاننا بأن أهدافهم. أتذكر مقولة قيلت قبل سنوات أن استراتيجية إيران، واحد سقاط العراق، اثنين الدولة النووية، ثلاثة مكة والمدينة. والله أن هذه الثلاثة الاستراتيجيات سمعتها قبل أن يسقط العراق بيد إيران، وفعلا أسقطوا العراق، واليوم العراق صار بيد إيران، الدولة النووية اليوم صارت هدف نظرهم على مكة والمدينة. قالها الحوثيون ويقولوها في شعاراتهم ويقولوها في مسيراتهم ويتحدثوا بها ليس سرا، يقولها مرجعيات هؤلاء هذه الميليشيات سواء في القنوات الإيرانية أو أشياعها. إذن لا يتصور إخواننا في المملكة العربية السعودية ولا إخواننا في الإمارات بأنهم سيكون، بل بالعكس الشعب اليمني ما عاد ما يهم عاد البلل من قده غرقان. شعب اليمني وضعه أصلا ما كان أكثر من كذا، اللهم شوية لملمة لبعض الأمور، لكن هذه الدول ستنهار، هذه الدول ستتفكك، وهناك نظر لوبي لا يريد لهذه الأمة أن تبقى تمتلك مقومات القوة سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الجغرافية أو فإخواننا والله أنهم مهددون، وما اليمن إلا البوابة التي يريد هذا اللوبي العالمي أن يتسلل منها إلى دول الخليج. والله أفاقوا ما أفاقهم أحرار. نعم،
إذن دكتور علي، القضية اليمنية اليوم على المحك معلقة بين رعاية المصالح والثوابت أيضا الوطنية وبين الحفاظ على المصالح الخاصة، لكن برأيك أيهم سيغلب على الشرعية، الانتصار للوطن أم للذات؟ نحن أمام سؤال يعني ربما متأخر، يعني الحرب منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، يعني ماذا فعلت الحكومة الشرعية وماذا فعلت القيادة الشرعية اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات ونصف؟ نحن نغرق، المجتمع اليمني، الدولة اليمنية، المجتمع اليمني نفسه يشهد تحولات سلبية، يشهد تشرذم، يشهد انقسامات. نحن أنا قلت مرة أن المحافظات تتقسم، تتجزأ، تتجرم، هناك زعامات عشائرية، هناك زعامات حزبية وميليشياوية، وهناك جماعات خارج القانون وخارج نطاق الدولة تعمل. وماذا تفعلت الحكومة الشرعية من ذلك؟ هي تركت الأمور تتفاقم يوما عن يوم، ونحن وصلنا لهذا الحال بسبب أول شيء سلبية أداء الحكومة الشرعية وسلبية القيادة. للأسف الشديد لا يبدو أن لدينا قيادة قادرة فعلا على خرج اليمن من ذلك. 4 سنوات ونصف ونحن نغرق، 4 سنوات ونصف الأمور تسوء يوما عن يوم. لا أعتقد أن تكون يعني غير واقعية إذا تفاءلت أن الحكومة أو القيادة الشرعية اليمنية تستطيع إخراج اليمن وإعادة بناء دولة في اليمن. ما نشاهده بالعكس من ذلك، نحن نراهن على القوى الوطنية، نراهن على حدوث ما، تغيير ما في على الساحة الإقليمية، ربما تتدخل دولة ما، ربما يحصل تغيير على الساحة على الأرض. لكن الأمل في القيادة الشرعية اليمنية للأسف الشديد، أنا شخصيا يائس مع الأسف، أنا لا أريد أن يؤس الناس، ولكن لو كان بإمكانها أن تفعل شيء كان فعلته منذ أقل شيء 2 أو 3 سنوات. يعني لا يبدو ذلك. الحكومة اليمنية للأسف الشديد عاجزة، يبدو أن قرارها القرار ليس بيدها، هي خاضعة لإملاءات السعودية من جهة وللضغوط والسياسة الإماراتية من جهة، لا أحد يساعدها أيضا من الداخل. هناك أيضا تنافس على مستوى حزبي، مناقشات حزبية، لم يستطع أي طرف سياسي يمني حتى الآن الارتقاء بمستوى أدائه إلى مستوى اللحظة التاريخية التي نعيشها. نحن في أسوأ لحظة مرت بها اليمن على مدى تاريخ الحديث. الدولة تتفتت، المجتمع تتفتت، نحن لسنا فقط جنوب وشمال، الجنوب يتفتت، الشمال يتفتت أيضا، حتى على مستوى محافظة صغرى تتفتت. لا أحد يعني يقوم بأي دور في الاتجاه المعاكس لذلك. لا أحد يحاول حتى في المحافظات التي ربما هي أكثر تماسكا اجتماعيا وثقافيا متتعز، ما نشاهده في تعز غير معقول الآن. أنا يعني المحافظة تتشظى يعني على في مناطق نفوذ ومربعات أمنية لهذا الطرف أو ذاك ولهذا الحزب أو ذاك. وبالنتيجة إذا كانت تشهد هذا الانقسام كيف سنشاهد المحافظة القبلية؟ يعني هناك مشكلة، البلد يتفكك والقيادة لا تبدي أي تحرك من أي بأي شكل إيجابي. اذكر لي فقط أو لدي أي شخص يذكر لي فقط أي حركة إيجابية أو أي قرار إيجابي من الحكومة الشرعية اليمنية خلال 4 سنوات ونصف. نعم وصلت الفكرة. نعم دكتور علي العبسي، شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. أخيرا أستاذ شوقي، ما الذي يمكن أن تقدموا خلال الفترة القادمة كنواب ينتظر منكم الشعب الكثير؟ أولا أشكر الدكتور علي وأشكر كل مواطن وكل ناشط وكل إعلامي يبذل جهدا لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، وهذه الآن معركتنا جميعا بلا استثناء. فهذا الوجع الذي تحدث به الدكتور علي هو الوجع الذي ينبغي أن يشعر به الجميع. الكرة الآن في ملعب هيئة رئاسة المجلس، مهما كانت التحديات ومهما كانت العوائق، الكرة الآن في ملعب هيئة رئاسة المجلس برئاسة النائب سلطان البركاني وعضوية هيئة رئاسة كل من النائب محمد الشدادي والنائب عبد العزيز جباري والنائب محسن باصرة، الكرة الآن في ملعبهم، ثم أيضا الكرة الآن في ملعب كتل البرلمان وأعضاء البرلمان. يعني لنفعل المستحيل، فاللحظة تحتاج إلى تضحية، والظروف والقضايا تحتاج الآن إلى كبار. الأمر الآخر، لا زال هناك من يثق بالتحالف، لا أستطيع أن أرسم التحالف بأنه كتلة من السواد المعتب، لا زال هناك من يثق بمكوناته، لا زال هناك من يعطيه فرصة، لا زال هناك من يثق بتصحيح مسار العلاقة ما بين الشرعية والتحالف، لا زال هناك من يثق بأن إخواننا في دول التحالف سيبادروا الآن، لأن الخطر
يهدد الجميع. لازلنا نحذر بأن المركب واحد الآن، يعني لا يعتقد أحد بأنه لو غرق المركب سيغرق بلد دون بلد، وسيغرق مكون دون مكون وحزب دون حزب. الكل على مركب واحد، فينبغي أن ننقذه تماما. مؤسسة البرلمان مؤسسة مهمة يعول عليها. أتذكر في أسيون كيف انهالت علينا، يعني أقول مئات الرسائل ومئات المنشورات ومئات الحلقات و من تفاؤل الناس بعودة البرلمان. أتمنى من هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل وأعضاء البرلمان أن لا يخيبوا تلك الظنون الوطنية، وليثق الجميع بأن الناس ما تفاءلوا إلا لمعرفتهم بأن مؤسسة البرلمان لديها نطاق أوسع من الحرية وتستطيع أن تفعل الكثير، ولأنها تعبر عن الجمهورية اليمنية بأكملها بعزلها بمناطقها بمحافظاتها بدوائرها، فهي الأكثر لإعادة مقاومة الانقلاب من قبل الشعب اليمني كله بمختلف مكوناته. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.